أهلين وسهلين. حاليا 10:10 بالضبط، قايمين بدري لان تدرون ايش اليوم؟ اليوم هو اخر يوم في لندن. اليوم هو اخر يوم في لندن، فمره نبغى نحللها. صاحي مره بدري، ترى صاحيه من 9:30 على فكره، بس اني تروشت والتروش اخرني. المهم الحين بنزل للفطور. OOTD طبعا حاليا لابسه اللي بقى في الشنطة. لأن كل الملابس اللي أخذتها معاي صراحة قضيت، فهذا اللي بقى معاي. اليوم نازلين نفطر في الهوتيل، تخيل إنه أول مرة لنا أسبوعين في لندن، فقلنا ليش ما نسويه في آخر يوم. إن شاء الله ما بعد تسكر الفطور، يعني 10:00 بدري. الحلو في هذا الفندق الساسج حقتهم بيف وحلال، وهذا تركي بيكن حلال بعد، فمرة حلو. خدت لي عصير برتقال، أول فطور لنا في الفندق بعد أسبوعين. جايز تخيلوا دخلت في التيك توك البريطاني يموت. مرة حلو. اوكي جايز، خلصنا فطورنا الحمد لله، مره كان يومي. قارنا توي ما ادري انه مطعم يومي. المهم ان الحين رايحين هارود، وتخيلوا ان هارود مخفضين 30%. متى خفضوا 30%؟ يوم جينا نروح. المهم اليوم شكل ما في مطر ان شاء الله، لان امس كان مطر وبرد وهواء، مره كان شين الجو. جايز يا زين، الشوارع في الصباح فاضيه، تخيلوا هذا هارود. العاده هنا زحمه غير طبيعيه. 5 minutes later. Guys، احنا جايين بدري عشان نتقرب عن الزحمه. تخيل انه مسكر ما يفتح. الحين 11 زين، باقي ربع ساعه. اشو اننا ما راح نتسع، تخيل. طبعاً جايز مثل ما شفتوا هنا كأنكم في مصر، يعني كله فراعنة. مش كنا في هارودز، يعني في لندن. الأونر حق هارودز كان من مصر، صمم المكان زي كذا. أخي تطيع. هارودز أكثر محل يدوخ وتضيعون فيه. تخيلوا إننا قاعدين ندور في نفس الدائرة وإحنا ما ندري. عجزنا نطلع منها، صدق متاهة. A little longer than a few minutes later. أبشركم أخيراً لقينا الأسانسير. بعد نص ساعة دوران، وتحسبوننا بس ندور بالحالنا نسأل ناس وكل شخص يعطيك معلومة غير الثاني. فالضياع في هارود شيء ما تتخيلونه، لأنه كبير مرة مرة وكل شيء يتشابه. جت فقرة الشوكليتس اللي في آخر السفر، نجي نتقضى للبيت لأقاربنا شوكليتس من هارودز. مرة يحزن إنه آخر يوم، لين الحين تاني ما أحس إنه بكرة فيه. فهمتوا؟ يعني مو متخيل إنه بكرة بنرجع. Can we taste this؟ نذوق الحين. Thank you. مرة يومي. يو هذا اللي قالوا في التوك. يلا بندوق للمرة الألف. مرة مطبيعي. لا يعني صدق مرة زين.
جايز شوفوا كمية الأغراض كيف مليانة. تخيلوا هذا من بس طلعت من اليوم، طلعت الصباح كنا بنقول إيه بس قاعدين نتمشى يعني نتفقد لندن، وهذا اللي صار. جايز المشكلة إنه يعني شوي ونسكر شنطنا، وشلون شكل يبينا شنطة جديدة. طبعا ترى الساعة 4 يعني الحين الليل 4 العصر. شوفوا هذا النايت لوك حقي، سكارف هذا مره يموت حق اختي، وجاكيتي، ولابسه تحت كذا هاينك وبنطلون كاجوال بس مره يجنن. ايه وترى تذكرون يوم اقول لكم ان البنطلون اني مره عاجبني هذاك اللي فليرد من تحت اللي ازرق، رحت لزارة وخدت اللي نفسها اسود. الحين طالعين نحلل كل دقيقه في لندن قبل لا نرجع. الحين رايحين جو اند جوس هناك، واخر لي اخر تونة ساندويتش. مرة بشتاق جايز، صدق تراني اكلها يوميا مرة تشاي. ألذ تونة ساندويتش قد ذقتها. قعدنا اسبوعين، احس انه مره طولنا، بس نفس الشيء ودك تقعدين ما ادري شلون، غريب الشعور. بس والله بنفتق، والله مره بنفتق. لا هاو نفقد. والله مره بنفقد لندن، لان صدق اجواءها غير غريب. تخيلي برتقال. بدت تمطر. وينتر ونذرلاند. تلعب تخيل رولو كوسترز وكل هالألعاب عادي يكملون في المطر. شايفين؟ مرة يحزن، مرة يحزن الموضوع، بس نحاول ما نتذكر ان بكرة ان شاء الله فرح تكون في المطار. يلا رايح المطعم. جايز يلا دخلنا، خلصنا من التفتيش، خلصنا من كل شيء، ما بقي الا بس نركب الطياره وان شاء الله نوصل بالسلامه. ان شاء الله عجبكم اخر فلوج لندن، لا تنسون اللايك والسبسكرايب، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.